طمنيني على محمد شويه. طبعا محمد محسن يعني زوج هبه مجدي، هو كمان فنان ومطرب، وعنده كمان ستايل مختلف يمكن في ادائه في افكاره في الالحان. اتكلم عليه هو بقى، كلمني على قصه الحب الاول وبعدين اتكلم عليه هو كفنان. انا بقول لك ليله من الف ليله دي مسرحيه يعني مؤثره جدا جدا وجميله جدا، وكلها غنى وما يتزهقش منها، وفيها استعراض وفيها كوميديا. ف انتي كل يوم بتغني بمشاعرك وبتمثلي وبترقصي في العرض مع البطل اللي هو الخليفه، وانا بنت الشحات، انتوا وبنغني حبيتوا مع بعض بعض. في ال... ما هو العرض اه كمان رومانسي، في حب. فمحمد كمان انسان حساس قوي قوي قوي، وصوته يعني انا مش هتكلم عليه يعني، بس مفيش زيه. فالحاجات دي كلها بالمشاعر، لا خدتنا الله. في دنيا تانية. انا عارفه كمان ان لما تقدم لك تقدم للخطوبه كان في طريقه كده رومانسيه جدا جدا. عشان احنا اتخطبنا على المسرح، ما كانش فيه وقت ان احنا نعمل خطوبة. عشان احنا كل يوم كنا بنعرض، ففجأة دكتور يحيى فخراني جاب لنا تورتة كبيرة قوي، ودخلها كده، ودخلنا مسكنا واحنا بنحيي، وعملنا الخطوبة ولبسنا الدبل قدام الجمهور اللي كان جاي يتفرج على المسرحية، بقى هو الله، المعازيم. تعالي نشوف، يلا تعالي نشوف كده مع بعض. الاثنين دخلوا مع بعض وايديهم في ايدين بعض، وان شاء الله العمر كله محجب. الجمهور بيزغرط لكم على ال... شفتي شفتي الجمال بس والحلاوة. حاجة حلوة قوي بجد، ما شاء الله. الحمد لله يعني كل حاجة كانت بصدق، وكانت مش مترتب، لا يعني مش مترتبة خالص ان احنا نعمل كده وهنعمل كده، بالعكس يعني انتوا قعدتوا ما تعرضوا ينفعش مسرحية اصلا نعمل 3 سنين ولا افراح ولا حاجات دي على عشان المسرح. عندكم شغل كمان لا، المفروض. المسرح القومي ليه برضو قوانينه وليه هيبته، يعني ده عرض مسرحي. بس بس انا عندي صور فرح هنا، دي كانت ايه بقى؟ دي او كانت الكتب الكتاب، بس بس انا ما كنت عملتوش لابسه بقى فرح بقى؟ فستان الفرح علشان ما كانش فيه فرح. احنا معانا الصور دي، ده معانا فيديو، ده بصوتي يا مصطفى. طب خلينا كده نفكرك كده. حضور شهود على ذلك. ده انتي خلصتي وجيتي على الشغل؟ كده وتقيل عمري ما اقولها بالساهل، انا نفسي اقولها لك في أول مرة نتقابل، ورغم إني جدع وتقيل وعمري ما أقولها بالساهل، أنا نفسي أقولها لك في أول مرة نتقابل، فلو كان المكان يسمح وست الكل لو تأذن، أنا عايز أقول إني بحبك. خلصتوا بقى كاتب الكتاب في اللقطة دي وجريتوا انتوا الاتنين تلحقوا العرض في نفس اليوم؟ طبعا كانش فيه غير يوم الأربعاء هو اللي أجازة، فده كان يوم التلات عشان تاني يوم أجازة. وما عملتوش بقى فرح بالشكل التقليدي بقى فرح واكتفيتوا هو ده؟ الجمهور ده كان أحلى فرحة بالنسبة طبعا لنا. طبعا بيبان دايما ان انتوا رومانسيين قوي، يعني هبه ومحمد الشخصيات بتبان رومانسيه. في ناس بتحب تصدر ده يعني تقول ان هي رومانسيه، بس واضح انه انتوا كده. يعني انت عارفه كل كابلز خاصه هي لو الحياة بيشتغلوا في الزوجية الفن. رومانسية بذمتك؟ لا احنا بقالنا كم سنة متجوزين اهو ما شاء الله. لا، الحياة فيها مشقة وفيها
ايام صعبه وفيها ايام علمتنا حاجات كتير وفيها ايام حلوه وفيها يعني لا الحياه الزوجيه مش كلها رومانسيه زي ما احنا متخيلين. يعني الاغنيه كمان اللي قدمتوها مع بعض تسلم يا مصر كانت حلوه قوي، انت كنتي هايله محمد طبعا، التصوير الاخراج طبعا. بصي هي اسلام يا مصر الاغنيه كانت متصورة لمحمد، يعني أنا كنت رايحة بساعده وبديله منديل علشان العرق وبتاع والحر والتصوير، كنت رايحة بصراحة اليوم ده كنت نازلة مهتمية بيه، لكن في الآخر كان في لقطة كده قالوا لي تعالي نصورك في اللقطة دي، وقلت لهم يلا أغنية وطنية أشارك معاكم فيها طبعا، فهي جت كده. لكن اصلا الاغنيه كانت محمد بتاعت طبعا بتاعت محمد، وكانت اغنيه سمعت جدا جدا في الفتره دي طبعا، ولحد دلوقتي بتتذاع والناس كلها، حتى انا ببسط قوي، محمد بيبسط جدا لما بيلاقي الاطفال في المدرسه المدرس الموسيقى بيحفظها لهم وبيحفظها لهم على صوت محمد. فالاغنيه كانت دي رائعة. فعلا انتعشت من اول وجديد بصوت محمد.